السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتعرف على دمج الشخصية الواقعية مع الخيال. طبعا راح نتعرف راح نشتغل على برنامج بلندر مع افتر افكت. طبعا راح اجيب الفيديو، فريكم الفيديو اللي هو معمول مصور لشخصية، شايفين في كوما، بدنا نفرغها. بس هي الشخصية بدون الشخصية اللي جنبها، بس بدنا ناخذ شخصية واحدة. طبعا لقيت نطلع، بدي اجيب الشخصية الفيديو على الافتر. تمام، راح نجيب هلقيت الفيديو ونحطه على الكومبوزيشن. هيات الفيديو، طبعا احنا ندخل من هنا، بنضغط على ايش عليها او بدي اختصر عليك. طبعا نعمل ضغطين على المطرح بتدخل لك داخله على اللاير من الداخل. طبعا نيجي على اداة الهذا تفريغ بس الشخصية. بناخد بس عشان نجيب الكروما، بس بناخد الشخصية، او نيجي على ايش على افكت، وبنيجي بقول له اوكي. هيا بنحط هنا، بقول والله بدي اياك تاخذ لي هذا. بس ايش حيصير؟ مش راح نجي من هذا، بدي اصير ايش اعمل نظام هذا. فانا بدي اعمل لكم نظام احتراف، هذا بدناش اياها. تمام، نيجي على الاداة هذه، انتبهوا عليها كويس. نعمل نظام تحديد للأواعي للشخصية اللي بدنا إياها. تمام، نحددها بس كويس، انتبهوا. أخدناها، هل قلت إيش بيجي؟ نتطلع إيش اللي ما أخدناهوش وبنعوص عليها، المنطقة اللي ما أخدناهاش ناخدها من هنا برضو نفس الموال. ناخدها تعديل يدوي عن طريق زر الزر، نيجي نسحبها برضو نفس الموال، نعمل زي هاي. خدناها كاملة صح، شايفين؟ شوف كمان مرة. طب في حال، طب كيف احنا بدنا نحرك؟ كم نعرف انه كيف بدنا نتحكم زي الايد تظهر على الشاشة؟ هاي عن طريق الزر الدولاب اللي على الماوس. طبعا نيجي نضغط، بنشوف من تحت ايش في مش مخدينه. هيات الرجل مش مخدينه كامل. تمام، نيجي بنكبر. طيب احنا على الشيفت نيجي ايش عشان يبين بالضبط، نحدد كويس. لازم ياخدها كامل هيك، اخذ الرجل كامل من هنا، مبين انه هو ماكل شيء. تمام، هنا ايش بنزيده على الالت، بنجيم التحت على الالت، بنجيم اللي احنا حددناه. طبعا نشوف هلقيت كله تمام. ايش بنعمل؟ بس نيجي على هذا، نعمل زي هيك، نرجع راح كل شيء. شفتوا كيف؟ نيجي هنا عشان نشوف يظبط الالوان، بنفس الوقت نشوف ايش بده يقيم لما نظبط الالوان. راح يقيم هو اشياء من هذا، بنيجي نقول له افضل اشي لتظبيط الالوان هو لوب ديف لايف. هاي ظبط لي الالوان. تمام، نيجي بنشوف ايش اخذ ايش سحب لما ظبط الالوان، بنشوف. طب احنا كتير هذا، احنا بس بدنا 3 ثواني عشان نظبط على المطح يرندر عندكم. ناخذ من الفيديو
انه طبعا هذا الفيديو انا الشخصية بس تحرك عينيها، طبعا في فيديوهات تانية زي الخدع البصرية يعني تستخدموه، انه بدنا نحط مثلا في ايد الشخصية تكون قبة حديدية انه بده يتصدى للجيش يتصدى للعدو، زي هيك نستخدمها طبعا هياتنا احنا. هذا لقيت ايش بدنا نعمل اعدادات جديدة، خلصنا هيك احنا واخذنا الشخصية بس حط كتول ام طبعا. نيجي هنا نيجي على الاوت موديلز تمام، نيجي نقول له بدي اياك بي ان جي سيكونس تمام، ونقول له ار جي بي الفا تمام. بس هاي هادي وهادي اركزوا عليها عشان تاخذ على الافطار لسه على البلندر تمام، ونيجي بنعمل له اوكي. بس نيجي بنحدد من هنا، طبعا انا راندو قبل هيك فما فيش داعي انه راندو، بس ها بنحطه بنعمل ايش رندر على المقطع فرندر لي افرق النظام ايش بيبين، هيبين لكم هيك شايفين، هيبين لكم شكل هذا. راح نيجي على خلصنا من الافتر طبعا، هيك احنا خلصنا من الافتر، نيجي بنعمل ايش تيجي تعمل سيف او دونت سيف، انا خلصت يعني مش لازمين بس انتو راح تلزمكم يعني لقدام تمام. راح نيجي نعمل له ايش خلص اخذت ال نيجي هي هذا انا عملت هين، طبعا انتو بتقدر تنمذجه اي بيت بدك اياه اي اداة عن طريق الاسطر عن طريق سينما 4D عن طريق بلندر عن طريق مايا عن طريق اي برنامج 3D طبعا بتدخل جواه. طبعا هذا انا الوان زبطت كل شيء، زبطت نمذجة البيت هذا للغرفة. طبعا نيجي كيف بدنا ندخل الفيديو اللي احنا عملناه برا ندخله جوا هنا، نيجي طبعا بدنا نيجي نضيف بدنا نضيف اشي هنا عشان تصير خاصية تبعت تدخيل الفيديو كويسة تمام. نيجي بنقول له ايمج امبورت ايمج امبورت ايمج انبوت ايمج 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 هيتها شايفينها هادي، أول ما تضيفها از بلند بلند تمام بنضيفها هادي هادي شايفينها اللي جاي بحدد لكم عليها بنضيفها تمام. بعديها بنطلع طبعا بدي احط لكم هالقد اختصارات عشان تشوفوا اللي انا قاعد بعمله تمام. نشغل هذا ونحط لكم اياه على جنب، نشغلها هي هنا عشان تشوفوا الاختصارات، هنا حتشوفوا الاختصارات طبعا تمام. نيجي بنقول اد او من شيفت اي طبعا نفس الاشي هي ايمج از بلندز بلندز، او اذا ما لقيتهاش او تغلبت بتلاقيها برضك في امبورت بتلاقيها وين هي في از ايمج وينها از ايمج هيتها شايفينها نفس الاشي كله كله نفس الاشي، بس احنا بنعمل على المطة نقول له من هنا تمام. نيجي نحط الملف هي مجلد هي الصور تمام، بحط حرف الاي بس
نضغط حرف ال A كل اللي في المجلد بنحدد، تمام، ونحدد هذا الخيار animation animate image sequence، تمام، وباجي على هنا على اليوز الفا وبقول له بدي اياك بريميت بلايد، تمام، ونقول له image import image as blend، تمام، شايفينه انت مش شايفينه برضه. هلين ايش بنروح نعمل؟ بنروح بنجيبه، تمام، نمسك من هنا ونضيفه زي هيك عشان تبين الشخصية، تمام، هيك هلقيت تطلع انت شو بدنا نعمل احنا. هلقيت نيجي على الكاميرا، وين الكاميرا؟ او نيجي بنكتب هنا كاميرا، هيك كاميرا كيف اجتك؟ تيجي بتقول له طب بدي اياك تحط لي كوبي روتيشن، ايش بتحدد مين الشخصية البلان، شفت؟ مجرد ما حددتها ايش عمل؟ مجرد ما حددتها عشان كمان نتأكد انه احنا ضغطنا عليها، ها نضيفها هنا وينها؟ هيا تمام، هاي كمان كما زي هيك نضوا وين هي، اذا كان الاعدادات كثير ها اخذناها. شايفين الكاميرا تلقائي عاملة روتيشن على الشخصية، تمام، نيجي بنعمل الشخصية سكيل طبعا عشان تبين، عشان تبين نطلع شو قاعدين نعمل احنا، في شي اشي، تمام، بنعملها روتيشن في اتجاه الاكس او الواي او الزد حسب ما بيجي الاتجاه طلع. هسه ايش قاعد نحرك هالقيت انا شو قاعد بلعب في الصورة في الفيديو، تمام، بس قاعد بلعب في الفيديو تلقاء الكاميرا تتجه على اتجاه الفيديو بسبب ايش احنا شو عملنا للكاميرا، خليها يلحق عن طريق هذا، قلت له كوبي روتيشن اطبع لي الحركة اللي بتصير للصورة او للعنصر الاوبجكت اللي انا اعطيتك اياه، فهو بتبع مباشرة بيعمل لي ايش بيعمل للعنصر، تمام، هي اخذ كل هذا. شايفين الفيديو معتم صح؟ الفيديو معتم، فاحنا ايش بنروح نعمل هالجيت؟ بروح بعمل اد ايش للاضاءة، بنعمل سبوت او بونت اللي بيظبط معك اكتر، تمام، نعمل باين بونت، تمام، نيجي بنضيفه زي هيك قدام الشخصية، شايفين كيف؟ بدنا نحرك، بدنا نحرك لحد ما نحسها ظبطت، تمام، نشوف ايش اللي بظبط اكتر، سبوت، تمام، نضلنا نشوف لحديت ما نحسها ضبطت. تمام، نقوي إضاءة هذا، المهم بضلنا نلعب في الإعدادات لحديت ما تضبط. بسم الله،
تمام. واحنا مش شايفين طبعا عشان احنا عاملين هذا حلقة تبين إضاءة، شايفين كيف؟ طبعا احنا بنعمل نقوية من هنا عشان تبين. نضل نظبط لحديت ما يشوفها تمام إضاءة المشهد تمام. هذا كتير نشوفها، نعمل تطبيق شو بدها تعمل، نشوفها ايش بدها تعمل بالضبط، بنصير ايش نعمل. نبعد شوية، نعطيها لفوق شوي، طلع شو قاعد نعمل احنا. دي صارت الإضاءة سحب كتير. شايف؟ هاي إضاءة يعني تقريبا شوي مناسبة نعطيها. احنا بنضلنا نشوف ايش وجه الإضاءة المناسب نعطيها اياه. طبعا شايفين؟ كتير نقدر نخفف اللي بيطلع معك مناسب، راح يطلع عشان هي غامقة الشخصية اللي احنا جايبينها بفريكوما، فقد ما تقدر حضرها غامقة. طبعا تمام. هنا ايش نشوف ايش المشهد كيف صار. يعني ها صارت مناسبة شوية. قلت ايش نعمل؟ نمسك الشخصية، نمسك الصور الايمج ايش بدكم تقولوا عنها. تمام نمسكها ونخليها تتحرك، نعمل لها نظام فيديو عشان تكون يعني الزد. تمام طلع نعمل فيديو للدار وهي قاعدة تتحرك كمان شخصية. نعمل لمية، نعمل زي هيك. تمام طبعا لو انا راح يطلع معاه مؤثرات حلوة كتير لو كانت الشخصية طبعا واضحة أكتر. كان طلع معانا هذا بس ما لقيتش اللي أشرح عليها شخصية تكون مناسبة كتير، ما لقيت هذا السبب. بس هذه الشخصية عم بتأدي الغرض. تمام تمام
هيدا واحنا عملناها هيك، تمام عملناها روتيت شوية في كيف. انت بتقول ليش طب ما بينش انها ثنائية الابعاد رغم اننا لفينا الكاميرا؟ احنا لسبب واحد، عشان احنا ربطنا الكاميرا في الشخصية، خليناها الشخصية هي المتحكم الرئيسي في الكاميرا، تمام. هكذا احنا خلصنا كل شيء. لما نيجي بدنا نرندر، قبل ما نرندر بدنا نيجي على هنا ونحط هنا طبعا الوقت قديش بينتهي بدك اياه. طبعا في صيغتين لما تيجي بدك تعمل، يا اما بي ان جي يا اما اوبن اي اكس ار مالتي لاير، وهي بي ان جي مفضل عشان يطلع معاك على هذا بريمير، تمام. لقيت نيجي نعمل نظام مفضل ان تضلك ايش عامل ايفن، لان اذا عملت هذا في المشهد عندي نظام ثواني بس، نظام الكاميرا نعملها نظام هذا انا ننتقل المشهد. إذا في حال عملناها عملنا بنامة عملناها ياتو هيك الصح، ياخد طلع لقيت كيف المشهد بيكون ما أحلى. في الرندر طبعا بدنا نيجي نعمل، انا بفضل ان ما اجي اعمل جي بي يو، تمام، وباجي اعملها هذه 24. الجهاز كويس طبعا مواصفات هذه خليها زي ما هي احسن بل الماكس، تمام. ملها 24 عشان على المطرح يطلع عليه هذا، هيك نطلع نشوف ايش الرندرة النهائية. شايفين كيف منظر؟ طبعا جيم ان شايفين كيف تطلع. لقيت الرندرة بنيجي بنعمل ايش، نعمل رندر من هنا، تمام. طبعا ايش عندك، احنا هيك خلصنا كل اشي من الشرح، كان الله بيستر عليه. خلصت، بس نيجي نعمل برضو كرندر عشان تبين معاكم. قاعد بعد هنا كم سيمبلز، طبعا هيا شايف صار يعالج، طلع كيف المشهد بيكون ما أحلى سلس. طبعا المشهد النهائي راح يطلع زي هيك، زي هذا، هي المشهد النهائي شايفين كيف منظر. طبعا هي شخصية هيك شايفين، تمام.